بصي، هم متابعين كتير واسئلتهم كتيره ومهمه، وملف النهارده في غايه الاهميه، ان احنا بنتكلم عن التغذيه والصحه وازاي اخس بشكل سليم. ناس كتير جدا بتلجا لاساليب مختلفه، للاسف الشديد تبقى يا مش صحيه يا بترجعهم زي ما كنت بقول في الوزن بسرعه شديده جدا. مظبوط. نبدا من النقطه دي عشان نخش بعد كده ايه الاساليب ممكن نتبعها. طيب، يعني زي ما انت عارفه كل سنه وانت طيبه، خلاص احنا اعياد وصيف العيد وهنفطر فته وهنفطر كبده وعيش كل حاجه بالظبط كده، وللاسف هيبقى الميكس الفظيع بين اللحوم والدهون والنشويات الكارثه الكبيره. يعني احنا عارفه النصيحه البسيطه اللي عايزه اقولها سريعا النهارده، لو احنا اكتفينا بالبروتين حتى لو كان فيه دسم يا نهوان، وجينا على حته النشويات، احنا هنطلع من العيد في امان تام. يعني دي نصيحه بسيطه جدا، نبعد عن النشويات. يعني احنا لما يبقى في عندنا عيد او مناسبه فيها حاجه معينه مميزه، سواء كحك سواء بروتين، حاجات فيها حاجة معينة مميزة، ركزوا في الحاجة دي بس، ما تخلطوهاش مع الحاجات التانية، كده هنطلع بأمان. أوكي. لكن طمعنا وعايزين ناكل كل حاجة في الدنيا، صدقوني الموضوع مش هيبقى لطيف. طب ممكن نعوضها بعيش سن مثلا، ولا معرفش تتعمل أصلا؟ بصي، ممكن جدا كل حاجة، بس أنا بنصح الناس بما إن ده عيد اللحمة فكل الحاجات متاحة. يعني الناس بتفطر تقريبا وتتغدى وتتعشى. اللحوم دي ممكن نكتفي إن احنا ناكل اللحوم بكل أشكالها، مش لازم الفتة. يعني لو هي هتقف قوي ناكل الفته بعد العيد، مش لازم. أوكي. في العيد. أوكي. يعني الفته موجوده على طول. بس اللي انا عايزه اقوله يا نهاوند ان احنا بنحتاج حاجه مساعده. حاجه مساعده ازاي؟ حاجه تخليكي مش محرومه، مش حاسه ان انت ممنوع اكل ده ممنوع اكل ده، لان للاسف دايما الممنوع مرغوب عند كل الناس. صحيح. كبار وصغيرين. فانا عايزه اتكلم النهارده عن حاجه وسيله سحريه بس طبيه في نفس الوقت. وهي بيستا. بيستا من الحاجات اللطيفه جدا، منتج امن مرخص من وزاره الصحه، ميزته انه الياف طبيعيه، قوة ثلاثية من الشوفان، ردة القمح، وقشور السيليوم عالية الجودة. دي هتعمل ايه يا نهاوند؟ لما ناخدها على كوباية من المية او اللبن او العصير اللي مفهومش سكر او دهون، هتاخديها قبل اي وجبه. احنا خلاص في العيد اهو، هنصحى نفطر، هنتغدى، هنتعشى، ناخد بقى قبل كل الوجبه بنص ساعه. اوكي، يعني ممكن الوجبات تقيله. كل الوجبات في العيد تقيله. هي بصراحه ما فيش وجبه هتبقى كل وجبه هتبقى تقيله. مظبوط كده. فلو خدنا كوبايه عليها كيس من البيستا، ده هيكون بمثابه ان انت عملتي بالون جوه جسمك. فبالتالي قدرتك على الاكل، كنت هتاكلي بقى، الناس اللي هتاكل فته هتاكل طبق كبير من الفته مع حاجات تانية، لا، الوجبه هتنزل للربع وممكن للنص. حلو على جدا. حسب. طب هل ممكن اخده لو انا جعانه؟ يعني بمعنى انا مش هاكل. أوكي. بس انا عايزه اخده عشان يملالي معدتي، هل ده ممكن؟ جدا جدا جدا. عايزه اقول لك بقى ده الفيدباك او ردود الافعال اللي بسمعها من العيانين بتوعي اللي ماشيين عليه. انا بقول لها خديه قبل الوجبه بنص ساعه زي ما اتفقنا. هو عشان زي ما انت قلتي حسس بالشبع والامتلاء، بتقولي انا كنت هتغدى مثلا خدته 2:30، هتغدى مع جوزي ولادي لما يرجعوا من المدرسه الساعه 3 3:30. بتقولي حطيت الغدا بحس ان انا الساعه 3 ده انا مش قادره اكل، عندي شعور بالامتلاء جامد جدا. بتقولي ما باكلش قبل 5، فعدد وجباتها هايل. نفسه قل، فهو ادى للي انت بتقوليه بالظبط. حلو جدا. طيب لو رحت معاكي لمشكله برضو وازاي ممكن نعالجها، فكره هنا الحرق اللي بيكون مش مضبوط، وفي نفس الوقت اللي هو بيبقى في ناس عندها خلل في نقطه. مزبوط. الحرق. مزبوط. فبرضو يلجأوا البيستا از يعني زي ما بتقال الحل الامثل. بالظبط. ليه بقى؟ لان احنا بيستا مش بس مكون من 3 انواع الياف، مكون من 3 مواد تانيين هما دورهم الاساسي، زي الكروميوم اللي هو تركيز 500 ملي جرام، وده رقم كبير جدا يا نهاوند. ده بيعمل ايه بقى؟ بيقلل امتصاص جسمك للنشويات. يعني دلوقتي هتاكلي وجبه زي ما احنا بنركزين على الفته والحاجات دي عشان العيد، هتاكلي وجبه فيها رز وعيش، جسمك نفسه نتيجه بيستا قلل امتصاص النشويات اللي خدتيها من الوجبه، فده اول دور. حفز افراز الانسولين اللي بدوره هيعمل ايه؟ هيحرق اكتر الدهون والنشويات او المخزون من الدهون الموجود في جسمك. الحاجه الثانيه في فيتامين سي بتركيز 30 ملي جرام. طب ده دوره ايه يا نهاوند في الموضوع ده؟ الدهون بقى اللي متخزنه في جسمنا، يعني كل واحد عنده دهون في منطقه الارداف، منطقه البطن، كل واحد عنده دهون في منطقه معينه في جسمه. هيشتغل على الدهون دي انه ياخد الدهون اللي متخزنه عندك في الخليه ويستخدمها كوقود للحرق. لا، ثانيه واحده، عشان ده كلام مهم قوي. ده في ناس بتروح الجيم عشان تخس من اماكن معينه. بالزبط. ما بتعرفش، لان الجيم بيخليكي تخسي كله. بالزبط. الدايت العادي بيخليكي تخسي كله. مظبوط. فدكتور ريهام بتاكدي ان بيستا ممكن ان انا اخده، هو بيشتغل تلقاء نفسه
نفسه على الاماكن اللي فيها دهون بشكل اكبر. بالظبط كده، ده سحر كده فعلا. سحر بس بطريقه علميه يعني. ايه يعني؟ انا بدل ما اروح اعمل اجهزه، عايزه اقول لك مش بس الرياضه يا نهوان، الاجهزه اللي الناس بتروح تدفع فيها ارقام كتير جدا، انا بشوف ان ده وهم غير نوع معين من العيانين، عشان نبقى برضو يعني مش اكيد الاختراع بتاع الاجهزه مش هو يعني، هو معمول ري شيبنج يعني. انت حد بالظبط وصلتي للوزن المثالي تماما تماما، ورايحه بقى تعملي فاين تاتش للاماكن اللي لسه فيها مشكله بعد ما وصلتي للتارجت بتاعك. فهو ميزه بيستا زي ما قلنا انه بيشتغل على الخلايا، ان هو بياخد الدهون يحولها كمصدر للطاقه. طيب طبعا واخد ترخيص من وزارة الصحة، لأننا بنأكد على كده. المنافذ البيع موجودة اللي هي بنعرضها، والتليفونات اللي هي الأرقام على الشاشة والصورة موجودة قدام حضراتكم تاني، عشان ده بقى موضوع بيضايقني أنا شخصيا، وعلى كل البرودكتس اللي هي بتبقى أصلي، يجي بعد كده حد يبيعها لك في أماكن تبقى سعرها 500 جنيه يبيعها لك ب 50 جنيه وفي ب 5 جنيه. بالظبط، دي سهل قوي. أنا هقول لك حاجات تعملي يعني نفس شكل الباكج اللي هي احنا دلوقتي طلعنا بتطلع على الشاشة. أعتقد أهو خلينا نركز يا جماعة بليز في الشكل، لان محدش يروح يتضايق يقول لك ده المستورد وده المحلي ده اللي مش، لا الشكل هو منتج واحد ملوش بديل. بالظبط، هو نوع واحد بيتباع في الصيدليه نهوان، او من خلال الارقام اللي ظاهره فقط على الشاشه، لان الارقام دي اللي زي ما قلنا هنضمن ان احنا بناخد المنتج ده اللي هو مرخص من وزاره الصحه. كويس جدا.